الله تعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يجي في اللحظة الأولى يقول للمؤمن إذن مثلا، لأنه المؤمن ما يقبل، هذا شيء واضح، إيمانه يمنعه من ذلك. ولكن الشيطان يخطط ويفكر ويسوي مراحل، خطوة خطوة يجي: لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يجي إلى أنه يوقع المؤمن فيما لم يكن يريده. هو بعدين يفكر: ليش سويت هذا العمل؟ ما كان يريد هذا العمل. ولكن هذه المقدمات تسوق إلى هذه النتيجة قهرا. إذا واحد راح في هذا الطريق، راح في هذا الوادي، يوقع في تلك الهاوية. لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا. الله في هذه الآية سبحانه وتعالى لا ينهى فقط عن العمل، العمل منهي عنه، الله يقول: لا تقربوا الزنا. القرب منهي عنه. القرب يعني شنو؟ كما يظهر من مجموعة من العلماء هالشكل مفسرين هذه الآية: أن الإنسان لا يحوط هذه القضية، لا يحوم حول هذه القضية، لا يروح إلى تلك المقدمات، لأن إذا راح وقع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. إذا واحد اقترب يقع، مثل إذا أكو هنالك سلك عاري، أنتم تمنعون الطفل عن القرب إذا هذا السلك العاري، أصلا يمكن تغلقون باب الغرفة لا يدخل في الغرفة. الطفل يقول: هل من الممنوع أن أدخل في الغرفة؟ لا، ماكو. يأتي قرب هذا السلك العاري، هذا في مانع؟ لا. يضع يده بقرب هذا السلك، هذا بي إشكال؟ ما بي إشكال، ولكنكم تمنعونه عن ذلك، لأنه إذا إجا ووضع يده بقربه مرة واحدة يده تقع على السلك العاري ويموت بالصعقة الكهربائية. لذلك في الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ندقق فيها في قضايا العلاقة بين الرجل والمرأة، أن الإنسان يجعل منطقة محرمة، منطقة محظورة، لا يقول هذا ما بي إشكال وذاك ما بي إشكال وهذا حلال وهذا مكروه وكل مكروه جائز. هي هذه الأشياء تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى السقوط في مخالب الشيطان.